أصدقاء الجائزة العالمية للرواية العربية، محبي الرواية العربية عبر العالم، مرحبا بكم. إنها الدورة 15 للجائزة العالمية للرواية العربية التي تعتبر من أهم الجوائز الأدبية المتخصصة في مجال الرواية، وترشحت لدورة هذا العام 122 رواية من 18 بلداً. اختيرت منها 16 رواية للقائمة الطويلة، ثم 6 روايات للقائمة القصيرة، على اعتبارها أفضل الأعمال الروائية لهذه السنة. وسوف يعلن عن الرواية الفائزة في شهر مايو القادم. يحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على $10,000، كما يحصل الفائز بالجائزة على $50,000 إضافية. وصلت إلى القائمة الطويلة والقصيرة للجائزة منذ انطلاقها وحتى العام الماضي 211 رواية. قد ترجمت 80 رواية منها إلى 25 لغة عالمية. وجدت هذه الروايات المتميزة طريقها إلى قرى جدد في أنحاء العالم، من إيسلندا إلى إندونيسيا، ومن البرازيل إلى الهند. ونتطلع إلى صدور النسخة الإنجليزية لدفاتر الوراق لجلال برجس الفائزة بالجائزة في عام 2021 خلال هذا العام. كتبت بعض روايات القائمة القصيرة أثناء الحجز الصحي الذي كان يمثل للكتاب إقامة كتابة جبرية وفرصة ثمينة لتحرير نصوصهم وتجميلها. بينما كان هذا الحجز بالنسبة لآخرين محنة كان عليهم تجاوزها من أجل كتابة رواياتهم. مهما كان الأمر، فإننا نبارك لهم نجاحهم ونشكرهم على إثراء المشهد الأدبي والثقافي بنصوصهم البديعة. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الخاص لأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة على عملهم الدؤوب خلال الأشهر الماضية. لجنة هذه الدورة ضمت الأسماء الكريمة الآتية: شكري المبخوت رئيس اللجنة، الناقد والروائي والأكاديمي التونسي الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته الطلياني، وإيمان هميدان كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريخانوفا أستاذة الأدب العربي بجامعة صوفيا بلغاريا، وعاشور الطويبي طبيب شاعر ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح شاعرة وناقدة من الكويت. والآن يسرني أن أحيل الكلمة للأستاذ شكري المبخوت مشكورا. قراء الرواية العربية، أصدقاء الجائزة العالمية للرواية العربية، يطيب لي اليوم في هذه الكلمة المرئية والمسموعة أن أعلن عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 15 لسنة 2022. وإذ أشكر زملائي في لجنة التحكيم على جهدهم الكريم وتفانيهم وصبرهم، وعلى ما أبدوه من روح تعاون وحرص على التقريب بين وجهات النظر حين تختلف الآراء وتفترق الأذواق، وعلى ما التزموا به من نقاش جاد معمق في الحالات جميعا. فإنه لا يفوتني أن أشكر أمانة الجائزة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور ياسر سليمان على ثقتها في أعضاء اللجنة وما أتاحته لهم طيلة مراحل التحكيم من حرية تامة في التقييم والاختيار والتقرير. وأحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة فلور مونتانارو التي لم تدخر جهداً في هدوء وأريحية وتفان لتنسيق أعمال اللجنة وتيسير مهمتها. ومن واجب اللجنة التي تمتعت بمطالعة عدد كبير من الأعمال المميزة مما عسر عليها الاختيار، من واجبها أن تشيد بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به
دور النشر العربية في العناية بالفن الروائي وترسيخه وتطويره. فعلى الرغم من الصعوبات التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد بذل الجهد في عمليتي التحرير والتدقيق اللغوي، فإن هذه الدور استطاعت أن تواكب جهود الروائيين العرب في البحث عن صيغ جمالية متنوعة يعبرون بها عما تشهده المجتمعات العربية من تحولات، وما تتميز به من تنوع وثراء في التجارب والمسارات والمصالح، مما أغنى المدونة الروائية العربية بعشرات الأعمال المهمة. قراء الرواية العربية، أحبابنا الروائيين وأصدقائنا النقاد، وجدت اللجنة في الرواية الست التي اصطفتها تنوعا لافتا في الأشكال والموضوعات مداره على الهوية والحرية. فقد عادت بعض روايات القائمة القصيرة إلى التاريخ والذاكرة، تستكشف اليومي وتستنطق عذابات البشر وأحلامهم في بيئات عربية مختلفة، فصورت مساعي الأفراد المهمشين أو المقموعين أو المنسيين في متون التاريخ لصنع مصائرهم وتغيير مساراتهم المسطورة، وهم ينشدون من وراء ذلك الخلاص من وطأة الهيمنة الأجنبية أو التسلط الاجتماعي والسياسي، أو ببساطة من الجوع والفقر والمرض. وتعلقت همة روائيين آخرين في هذه القائمة القصيرة بالحرية من وجوه مختلفة، حرية الخيال لإعادة بناء واقع يتداخل فيه الوهم والحقيقة، وحرية التعبير والإبداع في مواجهة سلطات ظاهرة وخفية تقمع الفكر، وحرية اختيار الهوية الفردية في مجتمع محافظ يسوده العنف الرمزي والمادي. وقد سعى أصحاب الروايات الست كل بطريقته إلى بناء عالم تخيلي بأساليب سردية متنوعة، فنجد في بعضها تهشيما للبناء المنطقي للأحداث وتشتيتا لبنية الزمن، ونجد في بعضها الآخر إحكاما للحبكة وتنسيقا منظما للحكايات المروية. لكن جميع الروايات التقت في الطابع الحواري الذي ميزها بتقديم أكثر من وجهة نظر على ألسنة رواة متعددين، بل إن هذا الطابع الحواري يبرز حتى حين جاء السرد في هذه الروايات، في هذه الرواية أو تلك بضمير المتكلم، فتعددت بذلك اللغات والأصوات والتصورات والإيديولوجيات لتدك إطلاقية المعنى وتؤكد مرة أخرى أن النسبية هي عماد التخييل الروائي. قراء الرواية العربية، أصدقاء الجائزة العالمية للرواية العربية ومتابعيها، السادة الإعلاميون والصحفيون، لقد استقر رأي اللجنة بعد النظر في الروايات التي أثبتتها في القائمة الطويلة على اختيار قائمة قصيرة منها تضم الأعمال الستة التالية: رواية ماكيت القاهرة لطارق إمام من مصر، صدرت عن منشورات المتوسط. ثانيا، رواية دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية العمانية بشرى خلفان عن منشورات التكوين. ثالثا، يوميات روز للروائية الإماراتية ريم الكمالي، صدرت عن دار الأدب. رابعا، رواية الخط الأبيض من الليل للكويتي خالد النصر الله، وصدرت عن دار الساقي. خامسا، رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للروائي الليبي محمد النعاس، صدرت عن دار رشم للنشر. سادسا وأخيرا، رواية أسير البرتغاليين للمغربي محسن الوكيلي، صدرت عن دار النيم للنشر والتوزيع. ويسعدني أن أتقدم باسم الشخص وباسم زملائي في اللجنة بالتهنئة للفائزين الستة، راجيا لهم مزيد الإبداع والتميز، عسى أن يسهموا في مزيد
انتعاش الرواية العربية وازدهارها. وإلى أن نلتقي بحول الله في 22 من ماي آيار من هذه السنة للتعرف على المتوج بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 15 لسنة 2022. إليكم مني أجمل التحايا.